لان كثر القيل والقال معنا احد اصدقاء ديالو بلا ما تبان بلا ما تبان بلا ما تبان بلا ما تبان قرب حدايا بلا ما تبان بلا ما تبان قرب حدايا. السلام عليكم. اجي قرب حدايا. السلام عليكم. انت اتصلتي بهذا السيد هذا؟ اتصلتي به؟ اتصلتي به؟ شنو قال لك؟ غير للتوضيح لانه مشى قدم راسه وما قدرش. شنو قال لك هذا السيد هذا؟ شنو قال لك؟ حنا على المباشر دابا. شنو قال لك هذا السيد؟ ملي اتصلت بهذا الاخ هذا هو صديق ديالنا فاعل جمعاوي سيد الله عمرها دار. قلت لي شنو واقع؟ قال لي ودي انا راه ما درتش هذا الشيء هذا. انا راني غادي للدار الحمراء باش نقدم راسي. باش نشرح لهم شنو كاين. هاد السيدة كيقول بانها راه كتشتغل معاهم ولا ما عرفت شنو داك الشيء. هي دارت داك الشيء بوحدها هو ما فراسو حتى شي حاجة. اتصلت به تلاقى واحد القهوة. ما فراسو هو والو. ما في خبارو حتى شي حاجة. يعني هاد السيد كون كان داير شي حاجة كون راه حتى هو راه كاين دابا تماك. كون راه ما يجيش عندهم كاع. اتصلت به باش يجي حدا القهوة، جا عند حدا القهوة. ما عرفناش واش جا عند حدا القهوة، المهم هو تيقول بانه ما دار حتى شي حاجة. كيقول بانه بريء من هادشي. انه بريء من هادشي، والو هو كون كان داير شي حاجة واش غادي يجي للكوميسارية؟ جا قدم راسو. راه جا قدم راسو وراه دخل عندهم راه غياخذوا الاقوال ديال اللي سامعوا ليه. وديك الساعة إلا كانت شي حاجة، إلا كان داير شي حاجة راه غادي يعني غادي تتحققوا شي حاجة راه غادي تدافع حقو الإجراءات اللازمة. أما إلا ما كان داير والو راه غادي يخرج بحال هكا. على حساب صحابك وداك الشيء شنو قالوك على ديك السيدة اللي تحرقات مسكينة؟ شنو قالوك على كي دايرة مسكينة الحالة ديالها؟ الحالة ديالها واحد الحالة يرثى لها، الحالة ديالها خطيرة. والسيد اللي كان في المستشفى تما كاين راه قال لي محال واش تعيش ديك السيدة. حالة ديالها صعيبة بزاف. حالة ديالها صعيبة بزاف. التعامل ديال الصديق ديالكم كي داير؟ سمعنا بانه مدرب ديال كرة القدم. هو كي داير التعامل ديالو؟ هو رئيس فريق والله عمرها دار. زعما هاد التهمة هادي ديال يحرق شي مرا ولا يأذي شي واحد صعيب 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 ما نتيقاش. انا بعدا هو صديق ديالي، انا ما نتيقش بانه يدير هاد التهمة هادي. وكلشي الجمعيات كاملين كيشهدوا ليه بالنزاهه ديالو بالاخلاص ديالو وبالطيبوبه ديالو. رجل طيب ونعم الرجل. يعني ما عمركم سمعتوا عليه شي حاجه خايبه؟ ما عمرنا سمعنا عليه شي حاجه خايبه. كيعاون وليدات الصغار، الناس اللي ما عندهمش كيجيو كيقيدهم في المدرسه. مزوج هو؟ لا ما عنديش علم باش مزوج. انا عندي علاقه به من بعيد. داكشي علاش؟ شحال من عام وانت كتعرف هاد السيد هذا؟ واه تقريبا واحد خمس سنين انا كنعرفو. خمس سنوات. يعني نعم الرجل. الله عمرها دار. رجل طيب، ما كاين زعما شي حاجه اللي زعما يأذي شي واحد. صعيب هاد السيد ما يأذيش عباد الله، ما يأذيش. وان شاء الله القانون ديالو. نتمنوا من الله الشفاء العاجل لديك السيده. نتمنوا من الله الشفاء العاجل ونتمنوا من الله بان القانون يثبت بان هذا السيد هذا الا كان دير راه غيتعاقب، ما كانش دير راه غادي يخرج ان شاء الله بحالاته. حنا عندنا الثقه التامه في القانون. شكرا لك. تبارك الله عليك. اذا مشاهدون قناه شوف تي في، حنا كنتواجدوا امام المنطقه الامنيه ديال الحي الحسني. الشخص المتهم في هذه القضيه هذه ديال حرق السيده كتبلغ من العمر 42 سنه بالمنطقه ديال الزبير، جا الدار الحمراء باش يقدم راسو. اتصلنا به وهضر معاه الصديق ديالو امامنا، قال لي انا ما درت والو. اتصلت بيا باش تلاقاو حدا القهوه، فاش تلاقاو حدا القهوه قال انها شعلت العافيه في راسها بوحدها، هو ما دار ليها والو. العناصر الامنيه الشرطه التقنيه والعلميه راهم دايرين اكثر من اللازم ديالهم باش يفكوا هذه القضيه. كاينه كاميرا ديال المراقبه حدا المقهى، كل شيء واضح. العناصر الامنيه راهم تدير المعاينه. كيقول انه الله يعمرها دار. طيب ما عمرهم سمعوا عليه شي حاجه اللي خايبه بزاف، حتى كيتفاجئوا اليوم بهذا الخبر اللي هز المغاربه كاملين ديال مدرب كرة قدم كيتورط في الحرق ديال العاشقه ديالو. سي حسن معنا. سي حسن فاعل جمعاوي وحقوقي من منطقه الحي الحسن، غيقربنا من شنو وقع. يتصل بالرقم سي حسن المباشر او يتصل بشوف تي في. شنو وقع سي حسن؟ احنا غادي نديروا علينا بلي شنو كاين. انت طرحتي علينا ان شاء الله. دابا ما عندوش سي حسن عليه الكلمه الاخيره للمواطنين. الله يجزيك الله خير. كيفاش نعتبروا القضائيه؟ قال لي انا ما حرقتش. ما عمره يقدر يأذي شي حاجه. هو ما داير والو.
الله يعلم ما نقدرش نقول شحال. لا هو كيقول هو تيقول هي تتقول كان في المستشفى حي الحسني قالت لك فلان اللي حرقني ولكن هاد بات لي الحاله غيكون بحث غيكون خير ان شاء الله ما كنتش نحكم على شي واحد. سمعنا بانه قال لك اتصلت بيا تلاقاو حدا القهوه. انا تعجبت الصراحه مزيان اخو الاخ حمزه درويش تنهرفو انا تنهرفو هو درويش ماشي شي واحد خايب ولا شي حاجه ممكن يكون الشيطان ولد الحرام نادم قال لي شي حاجه ودار هاد الكارثه هاد الكارثه خايبه ولكن شتي الحاله ديالو الحاله ديالو الحاله ديالو ما تفرح انا قرعت ما عطيتهم الشرب مسكين الماء نقدوش شي حاجه ولكن الناس هاد ديال الامر راه ياخذوا البحث ديالهم والتحقيق راه يبين كل شيء عند المتواحد ما يكون شي واحد ما عاد ظلموش الناس لا كانت شي حاجه كاينه راه يقولوا كاين الحاله ديال السيده اللي تحرقات كي دايره الحاله ديالها انا شها درجه ثالثه انا الاخوان قالوا لي فلان انا تعجبت صاحبي يا درويش امشي شي واحد خايب ولا شي حاجه الله هو هو رئيس ديال الفريق رئيس فريق نادي ديال كره القدم مدرب فهمتي بصراحه انا الشيطان ولد الحرام ما نقدرش نحكوا على شي حاجه اللي ما كاين ما شفناهاش كاينه كاميرا ديال المراقبه انا كاين غيكونوا شهود غيكون كاميرا عندكم بزاف الحوايج ونطلبوا الله سبحانه وتعالى يبان الحق جا قدم راسو ما قدم راسو عادي ولكن انت تشكروا الناس ديال الدار الحمراء هي قالت لي قالوا لا ما كنت دير والو الحق يبان ما تخاف هادشي اللي كنقولوا شفنا الحمد لله يعني الحق غادي يبان البوليس راه دايرين المجهود البوليس ما عندهم حتى واحد الحق غيديروا كيديروا لك شي حاجه راه واش البوليس غيشدوا بنادم سيرتو هادو الاجراءات ديالهم عاديه وداروا يعني غير داروا الاجراءات العاديه العاديه خاصك تقول اليوم لهذا السيد هذا اللي هو جمعوي ورئيس ديال الفريق انا الاخ حمزه ما نقدرش نقول لك شي حاجه لان لعت له شي حاجه اللي ما كايناش ما طلعتيش عليها الاسره باقي لان الناس ديال الامن ولا غيكون بحث غندخلش في المسائل ديال الامن لانهم ولا ياخذوا القرار هما يبحثوا هما يسولوا كاين بينهم وبينهم شي علاقه ما عرفت اما هو تيقولوا الناس مش احنا الناس اللي كنا تم قاري ليها كاري ليها قال لك فين تطيح البقره تقول شنو هادشي اللي كاين يعني هذه الهضره بالناس الناس كيقولوا بانه كان على علاقه معها وكاري ليها وعندها بنيه والمرت وليد والام ديالو ما بغاتش ليه باش يتزوج بها الله يدير سي تاود الخير الله يسمع هذيك السيده الله يشافيها مسكينه بغينا تبقى لك الوليد ديالها ما يبقاش ايتم وهو الله يطرق سراحه شنو نقولوا شكرا سي حسن فالقضيه كبيره بزاف مشاهدينا واحد السيده كتبلغ من العمر 42 سنه سمعنا بانها تم الحرق ديالها في المنطقه ديال الزبير هاد السيده هادي على حساب ما سمعنا بانها على علاقه مع هاد السيد هذا وما بغاش يتزوج بها الام ديالو ما بغاتهاش وحرقها في المنطقه الزبير هذا ما يروج هذه الهضره اللي كيقولوا الناس وهادشي اللي سمعنا فاليوم جا قدم راسو العناصر الامنيه ما بغاش يبقى هربان يعني انفو وصلوا الخبار وداك الشيء جا باش يقدم راسو للعناصر الامنيه راه دخل معاهم شو اللحظه ديال الدخول ديالو ولحظه تقديم نفسه العناصر الامنيه على المباشر امام المنطقه الامنيه ديال الحي الحسني راه دخل للداخل دابا غادي يجري تحقيق من طرف الشرطه القضائيه بالمنطقه ديال الحي الحسني غادي يديروا اللازم مشاو داروا المعاينه حدا المقهى فين تحرقات الله يدير شي تاود الخير الله يجيب الشفاء لهذيك السيده اللي كتبلغ من العمر 42 سنه الله يجيب لها الشفاء فما يروج وما يقال وداك الشيء اللي قالوا الناس بان هذا السيد على علاقه مع هذه السيده والام ديالو ما بغاتوش يتزوج بها وفاش ما بغاش ما هي فاش سمعت ديك الخبار عيطات ليه اتصلت بيه على حسب ما قلنا اتصلت بيا حدا باش نجي عندها حدا المقهى مشى لعندها حدا المقهى وشعلت فراس العافيه هادشي اللي كيقول هو هادشي قالوا في ابيل تليفونيك مع صديق ديالو اللي سمعتوا التصريح ديالو قبل قليل قال بانه اتصلت بيا باش نتلاقى بها حدا القهوه وشعلت فراس العافيه وانا ما درت والو هادشي اللي كيقول هو الشرطه غادي دير اللازم راه حالين تحقيق فاتحين تحقيق دايرين البحث ديالهم غيشوفوا الكاميرات غادي يشوفوا شنو كاين الله يدير سي تاوي ديال الخير الله يجيب لها الشفاء يا ربي
وغنوصلوا مشاهدينا على نهايه هذا البث المباشر. نلقاكم في بث اخر ان شاء الله. مزيد من التفاصيل غتلقاوها على قناه شوف تيفي، قناه الشعب، قناه صوت لمن لا صوت له، والله يبين الحق.